أهلا بكم. أكد وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو رغم التحديات والضغوط التي يتعرض لها نتيجة ارتفاع عجز الموازنة والدين العام. وخلال إلقائه خطاب مشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة لعام 2019 اليوم أمام مجلس النواب، أكد أن إعداد الموازنة جاء متوافقا مع متطلبات المرحلة الراهنة، وراعى تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتخفيض العجز وتحسين النمو. تشير البيانات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام سيبلغ حوالي 2%، ليرتفع في عام 2019 إلى 2.3%، إلا أن الخطط الحكومية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك، ويتطلب منا العمل جميعاً على تسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية. أكد الوزير أن مشروع الموازنة العامة يلتزم في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي ومراعاة أبعاده الاجتماعية، ويتسم بالنمو المتواضع في النفقات الجارية، كما أنه لأول مرة يهدف لتغطية كامل النفقات الجارية من خلال الإيرادات المحلية. تضمن قانون الموازنة تخصيص حوالي 650 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي، منها زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية من 101 مليون إلى 131 مليون دينار، أي 30 مليون دينار، ورصد مخصصات للدعم النقدي. تضمنت هذه الموازنة زيادة مخصصات مجالس المحافظات لتصل إلى حوالي 300 مليون دينار، كما تم زيادة مخصصات دعم البلديات لتصل إلى 195 مليون دينار. مشروع القانون راعى الاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق العام، ولا سيما نفقات المحروقات والكهرباء وبند السفر، وكذلك الحد ووقف شراء السيارات والأثاث. أما المؤشرات التي استندت عليها الحكومة في مشروع قانون موازنة عام 2019، فقال الوزير: يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2019 بنسبة 2.3%. الفرضيات كانت بلوغ معدل التضخم مقاسم بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.3 في عامي 2019 و20، أيضا بلوغ الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 8.6%. أعلن الوزير أن مشروع الموازنة قدر إجمالي الإيرادات بنحو 8.61 مليار دينار، بزيادة 720 مليون دينار عن تقديرات العام الحالي، وارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 180 مليون دينار، والنفقات الجارية بنحو 257 مليون دينار. النفقات لعام 2019 الجارية والرأسمالية تقدر ب 9.255 مليار، منها الجارية راح تكون 8.13 مليار. وين راح تصرف؟ وهذا كل مواطن حقه يعرف، كل قرش بدفعه هو دافع ضرائب، أين ستصرف هذه المبالغ؟ رواتب ومخصصات الجهاز المدني والعسكري 4.247 مليار، التقاعد المدني والعسكري 1.370 مليار، فوائد الدين العام 1.030 مليار، النفقات التشغيلية للوزارات 373 مليون دينار، الدعم بما فيه الدعم النقدي والأعلاف والمعالجات الطبية قدر 300 مليون، وإحنا قلنا مجموع شبكة الأمان الاجتماعي 650. أيضا رصدنا 200 مليون دينار كما ذكرت للالتزامات السابقة. للحديث عن ما تضمنه مشروع قانون الموازنة العامة ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت. سيد فهمي، أهلا بك. أهلا بكم. وزير المالية أكد في خطابه اليوم أن الاقتصاد الأردني بخير واستطاع أن يقلل من آثار التحديات التي واجهته، هل تتفق مع ما جاء به؟ أولا نتمنى أن يكون بخير، ولكن ما هي المؤشرات؟ هل مؤشرات الاقتصاد الأردني تشير إلى ذلك؟
نحن نعلم بأن الاقتصاد الأردني منذ عامين على الأقل وهو يراوح في مكانه عند حدود 2% النمو الاقتصادي، ونمو اقتصادي 2% في الوقت اللي الزيادة السكانية الطبيعية 2.4 في الأردن، وبالتالي النمو أقل من زيادة السكانية. هو ليس يعني هذا يعني مزيد من البطالة. البطالة ارتفعت 18.6% نسبة البطالة في الأردن حسب دائرة الإحصاءات العامة، معدلات الفقر عم تتسع، وبالتالي لا أرى هناك يعني مبرر لمثل هذا التفاؤل إلا إذا أقدمت الحكومة على سلسلة من الإجراءات التي تحفز الاقتصاد. لغاية هذه اللحظة لم نرى ذلك. عادت الحكومة من جديد لتؤكد على مبدأ الاعتماد على الذات، هل ترى تحقيق ذلك فيما ضمنه مشروع الموازنة الذي عرض اليوم على مجلس النواب؟ لا، قصة الاعتماد على الذات هي مسألة هامة وضرورية، وكان يفترض أن نعمل من أجلها منذ عقود، لكن الحديث عن الاعتماد على الذات لا يمكن أن يوصلنا إلى الاعتماد على الذات دون اتخاذ إجراءات. الاعتماد على الذات من خلال الاعتماد على جيوب المواطنين وزيادة الضرائب، هذا ليس اعتماد على الذات. نحن نعلم بأن زيادة الضرائب هي الضرائب من حد ذاتها ضرائب انكماشية، هي تضعف النمو الاقتصادي، هي تضعف الاقتصاد. الاقتصاد الأردني يمر في حالة ركود، وهذا الركود لا يؤهل الاقتصاد الأردني أن يصل إلى مرحلة الاعتماد على الذات. الاعتماد على الذات يحتاج إلى تحفيز الاقتصاد بحيث أن يولد هذا الاقتصاد فرص عمل. 350 ألف مواطن أردني باحث عن العمل، عندما تتوفر لهم فرص العمل هؤلاء من الممكن أن يكون في فرص أمامنا للاعتماد على الذات. كيف ممكن نحفز الاقتصاد؟ من أولى ما الصعوبات والعقبات أمام النمو الاقتصادي وتطور الاقتصاد هو العبء الضريبي، وخاصة ضريبة المبيعات من خلال مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج تتحمل عبء ضريبي عالي جدا، وبالتالي يصبح المنتج الأردني غير منافس أمام سوق مفتوح سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي أو الدولي. فالمنتج الأردني أصبح غير منافس أمام المنتجات الأجنبية، والسبب في ذلك زي ما سبق وأشرت بأن العبء الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات، وعندما تكون ضريبة المبيعات أيضا تفرض على المحروقات والطاقة وغير ذلك يعني من السلع الارتكازية التي تؤثر على ضعف القدرة يعني قدرة الاقتصاد على المنافسة، كما تؤثر على ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وبالتالي نصل إلى مثل هذه الحالة التي نعاني منها الآن. كان يفترض على الحكومة أن تكون من أولى أولوياتها بدلا من قانون ضريبة الدخل الذي رفض من خلال الشارع وقيلت حكومة على أساسه، كان يفترض أن تبدأ من خلال تحفيز الاقتصاد وتعطي فرصة للاقتصاد الأردني 6 شهور 8 شهور سنة على الأقل، بحيث أن يبدأ الاقتصاد الأردني بالنمو، وبعد ذلك ستجني الحكومة وستجني الدولة الأردنية مزيد من الإيرادات الضريبية من خلال تطور الاقتصاد وليس من خلال زيادة العبء الضريبي. سيد فهمي، يعني الحكومة توقعت تحقيق إيرادات من ضريبة الدخل بمبلغ 1,188,000,000 دينار، ومن ضريبة المبيعات بمبلغ 3,610,000,000 دينار. كيف تقرأ هذه الأرقام، وهل هي مؤشر على إمكانية فرض ضرائب جديدة أم هناك خلل في النظام الضريبي ككل؟ أنا أقرأ هذا الحكي بناحية واحدة، هو ليس هناك أولا يعني تقديري الشخصي ليس هناك توجه لدى الحكومة بمزيد من الضرائب، لأن يعني الوضع لا يحتمل، لا وضع الاقتصاد ولا وضع الشارع ليس هناك يحتمل. ضرائب جديدة ليس أنا باعتقادي ليس هناك ضرائب جديدة، لأنه لا وضع الشارع ولا وضع الاقتصاد الأردني يسمح في ذلك. لكن هذه الأرقام المبالغ بها كالأرقام التي طرحت في عام 2017 مبالغ بها؟ نعم طبعا. هلأ أنا أعطيك مثل واحد يعني أو مثلين. موازنة عام 2017 العام الماضي كانت تستهدف الموازنة زيادة بالإيرادات الضريبية 950,000,000 دينار، لكن ما هي النتائج؟ في التدقيق في الحسابات الختامية لعام 2017 يتبين أنه أقل من 100,000,000، يعني أقل من 10% تحقق. وكذلك الأمر موازنة الحالية، موازنة 2018 القانون الحالي كان يستهدف هذا القانون زيادة الإيرادات الضريبية ب 800,000,000 دينار، تراجعت الحكومة الحالية حكومة الرزاز تراجعت وعدلت هذا الرقم من 800 إلى 200 لعدم واقعية الأرقام. هناك خلل في النظام الضريبي؟ هناك خلل بالتقديرات أولا، في التقديرات الحكومية. يعني اللي صاير أن الحكومة تتعامل مع السياسات الضريبية
وكأنها رياضيات، يعني زيد 10% هون بعطيك 10 هناك، زيد 20 بعطيك 20. مو هيك الاقتصاد الأردني، لا يحتمل مثل هذه الزيادة في العبء الضريبي. كما أنه المواطن لم يعد قادر، المواطن هو قدرته محدودة، وبالتالي زيادة العبء الضريبي هي تضعف قدرته على الاستهلاك، وإضعاف القدرة على الاستهلاك في نهاية المطاف هي تضعف القدرة الاقتصاد الأردني على النمو. على الحكومة أن تفكر جديا بإعادة النظر في المنظومة الضريبية كما ورد في بيانها الوزاري. لا نجيب شيء، ما بنطرح شيء جديد اللي عندها، ما طرحت في بيانها الوزاري انها ستتقدم في منظومة ضريبية متكاملة تضمن هذه المنظومة تخفيض العبء الضريبي على الفقراء والطبقات الوسطى من خلال ضريبة المبيعات، والغاء الغاء جزء هام من ضريبة المبيعات التي تثقل المواطنين، بالمقابل من الممكن ان يندفع هذا باتجاه تطوير الاقتصاد. سيد فهمي، مع زيادة الايرادات والنفقات تؤكد الحكومة ان ما تضمنه مشروع الموازنة من برامج ومشاريع واجراءات سيكون لها أثر إيجابي على حياة المواطن، ما رأيك خاصة وأن هناك أزمة ثقة كاملة بين المواطن والحكومة؟ يعني أنا لا أرى مثل هذا التفاؤل الذي تطرحه الحكومة. الحكومة متفائلة يعني من الناحية الإعلامية، ولكن كنت أتمنى أن أجد يعني أي أسباب أو معطيات تظهر مثل هذا التفاؤل. لم أرى مثل هذا التفاؤل عندما تتحدث الحكومة، وقبل البيان الوزاري عندما تحدث الرئيس عن مشروع النهضة وتحدث عن توفير 30,000 فرصة عمل إضافة إلى ما هو متوفر حسب رؤية الرئيس من 35 إلى 40، يعني بمعنى 70,000 فرصة عمل. كيف يمكن تحقيق 70,000 فرصة عمل في الأردن في الوقت الاقتصاد الأردني هو يتراجع لا يتقدم لا يوجد نمو؟ وتحدث عن نهضة الرئيس، وتحدث عن نهضة وتحدث عن حل كل مشاكل البلاد بدءا من قضايا الفقراء إلى الطبقة الوسطى إلى رأس المال والقطاع الخاص وإلى كل ذلك. يعني له طموحات، ولكن هذه الطموحات تحتاج إلى برنامج صعب تحقيقها 5 سنوات. صعب تحقيقها على أرض الواقع الآن؟ طبعا في المرحلة الحالية لا يوجد يعني مقدمات حتى نقول إنها قابلة للتحقيق، لكن إذا كانت استعدت الحكومة لخطوات من هذا القبيل عبر سلسلة من الإجراءات، عبر خطة تنموية متكاملة. نحن بحاجة إلى خطة تنموية اقتصادية متكاملة. لدينا من الثروات في البلاد ما يمكن الدولة من أن تستثمرها بشكل أفضل، وبشكل أن يعيد يعني على الاقتصاد الأردني من القوة والمنعة، وخاصة في القطاع الصناعي. القطاع الصناعي يعني في الوقت اللي بنتحدث عن طموح من أجل الخروج من الأزمة وأن الاقتصاد بخير، نضع ضرائب جديدة على القطاع الصناعي. القطاع الصناعي هو سيد فهمي، سريعا الجديد في موازنة العام المقبل أن لأول مرة يتم تغطية كامل النفقات الجارية من خلال الإيرادات المحلية، هل ترى أن الأرقام المعلنة تؤكد إمكانية تحقيق هذا؟ لا أعتقد ذلك، أنه ما بتوقع أنه رح تتحقق مثل هذه الأرقام، وخاصة أنها تعتمد على زيادة العبء الضريبي، والوضع الاقتصادي لا يسمح بزيادة هذا العبء. 702 مليون دينار مطلوب أن تحقق الخزينة ضرائب إضافية خلال هذا العام 2019، ولا أعتقد الاقتصاد الأردني مؤهل لغاية هذه اللحظة بتوفير مثل هذا القدر من المال. لو جرى تأهيل الاقتصاد الأردني ودفعه إلى الأمام بسلسلة من الإجراءات هناك إمكانية. يعني أخيرا، ما هي رسالتك إلى اللجنة المالية النيابية التي ستبدأ قريبا مناقشة مشروعي قانون الموازنة؟ عليها أن تعود لقراءة موازنة 18 و17 فيما يتعلق بزيادة الإيرادات الضريبية، وأن تناقش الحكومة كيف يمكن أن ستعمل الحكومة من أجل تحقيق زيادة بالإيرادات 700 مليون في الوقت اللي فشلت الحكومة. أنا بتحدث حكومة عن حكومة، أي حكومة وليس عن أشخاص. بالوقت اللي فشلت الحكومة في عام 18 و17 أن تحقق الأهداف الواردة في موازناتها. السيد فهمي كتوت الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. العافية. أهلين، الله فيك. أجواء جلسة مجلس النواب عقب لقاء وزير المالية خطاب الموازنة لم تخلي من انتقادات للحكومة والرافضة لمشروع الموازنة، إلا أن الأمر انتهى بتحويل مشروعي الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية لبدء ماراثون النقاش. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، قبول ورفض ومطالبات خدمية سيطرت على مداخلات النواب في القراءة الأولى لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة. هذه الحكومة تحملت فساد 20 حكومة. الحكومات لا تبحث عن مضمون الموازنة، لا بل هو تغيير الغلاف من عام 1994
عندما كنت نائما يتغير الغلاف فقط، والآن نحن نبدأ بعام 2019 للموازنة القادمة. ولكن لا ننكر بأن هناك بنية تحتية في هذا الوطن تتمتع بها الدولة الأردنية غير موجودة بأي دولة في العالم. قبول النواب ودفاعهم عن الحكومة لم يقف عند هذا الحد. وحفاظاً على وقت المجلس ووقت الحكومة، أقترح البدء بمناقشة الموازنة في هذه الجلسة وإقرارها بدل الماراثونات الخطابية وثم التصويت على الموازنة، وشكراً. المطالبات برد المشروعين لم تلقى القبول الكبير بين النواب الذين حولوهما إلى اللجنة المالية. من مع تحويله إلى اللجنة المالية؟ أغلبية أعضاء مجلس النواب. آخرون حذروا من ارتفاع نسبة البطالة، ويجب أن تقوم الحكومة بواجبها لمواجهة ذلك. أما مشكلة البطالة يا دولة الرئيس التي أصبحت تفتك بشبابنا وتدفعهم إلى المخدرات والاكتئاب والانتحار والببجي، اللي بطولة الليل الواحد قاعد الشباب على الببجي. المناقشات لم تتوقف عند الموازنة، بل ذهبت إلى القدس والضفة الغربية. رد الحكومة حول هذا الموضوع جاء سريعاً على لسان الرئيس. في موضوع خطير اللي هو وكالة البيع لأراضي في فلسطين، نحن رأساً تحققنا من الموضوع، وأود أن أطمئنكم بأن تبين أن هذه الوكالة وثيقة مزورة، الأختام عليها مزورة، وسنتخذ الإجراءات الصارمة بحق هذا الموضوع. وبالمناسبة يمكن بتعرفوا الإخوان أنه إحنا لا نسمح إطلاقاً بمنح وكالات بيع أراضي في فلسطين. أيام ستقضيها اللجنة المالية لمناقشة مشروعي القانونين قبل أن تعيدهما مجدداً إلى القبة لمناقشتهما وإقرارهما. وقع الأردن والولايات المتحدة اليوم اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة بقيمة 745 مليون و100 ألف دولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية للعام 2018. المنحة التي وقعت بحضور رئيس الوزراء ستكون جزءا من موازنة 2018، وهي عبارة عن مشاريع تنموية في قطاعات ومنها الخدمات مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي وقطاع الاقتصاد وزيادة التنافسية وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص العمل وقطاع التنمية المحلية والتركيز على المرأة والشباب. وزير المالية عز الدين كناكري أكد أن المنحة ستحول إلى الخزينة بعد نحو 10 أيام، فيما أكد القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الأمريكية في الأردن أن المنحة هي أكبر منحة تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في العالم، وهي تعكس الشراكة بين البلدين التي تمتد عبر العقود الماضية. قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً بقيمة 265 مليون دولار إلى شركة الكهرباء الوطنية، والقرض الذي وقعت اتفاقيته اليوم في وزارة المالية لفترة سداد تمتد إلى 18 سنة، تشمل فترة سماح مدتها 4 سنوات، بهدف أو يهدف التمويل إلى جزء من دين شركة الكهرباء الوطنية الحالي من خلال تمويل سداد أقساط القروض مرتفعة التكلفة وتمويل مشاريع رأسمالية في مجال الطاقة المتجددة. وبحسب الاتفاقية فإن عائدات القرض ستستخدم في تمويل النفقات الرأسمالية لتحسين دمج الطاقة المتجددة، بما في ذلك أنظمة الشبكات الذكية ومحطات التحويل الجديد، وإعادة تمويل الديون القائمة لأجال الاستحقاق، وتوفير شروط أكثر اتساقا مع عملياتها. قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إن نتائج فحص الشركة السويسرية لعينات البنزين أكدت أن نسبة المنغنيز في البنزين المستورد مطابقة لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية، في حين أظهرت ارتفاعا بنسبة الحديد الذي لا تتضمنه القاعدة الأردنية. مدير عامة المؤسسة أوضحت في بيان صحفي أن نسبة المنغنيز في البنزين 90 المكرر محليا في مصفاة البترول بحسب التقرير جاء مخالفا لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية، في حين جاءت مطابقة في البنزين أوكتان 95. وعلى ضوء ذلك قررت المؤسسة مخاطبة رئاسة الوزراء بخصوص الاستثناء الممنوع لشركة مصفاة البترول الأردنية من أجل تعديله ليقتصر الاستثناء فقط على نسبة الكبريت لحين تنفيذ مشروع التوسعة لاستخلاص الكبريت. وبينت أنه سيتم البحث مع الشركات المستوردة للمحروقات في اجتماع غد لبحث إمكانية إعادة تكرير البنزين لإزالة المواد المضافة والالتزام بنسبة المنغنيز المحددة في القاعدة الفنية الأردنية ونسبة الحديد التي ستحدد بتعديل القاعدة الفنية لحل هذه المشكلة نهائياً.